انت مبحور تقدم العافيه الله يكرمك الجنه امين وياك جعلها دائمه والله يمنعك ملعب عليك ابو حور عليك 10 ريالات امزح 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 على حسابي طال عمرك مطعم مطعمي هو مطعمك ها يعني العافيه العافيه تم تعال قرب قرب تعال 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 يا رياض والله تعشي بالعافيه الله يعافيك ما نقول له من بعده هو قلبه هو متعطل انت تنزل صوت الحب يا ياور صوتك المبحوح يا فنه لا ضيعنا اسمع انت في المطعم قول والله من اهل المطعم انت ايه انا وياك ايش في خاطر من جدكم ايه تذكرها ما امس والله كذاب كذاب الغش انا مفوزكم ذلك احنا جد والله انا مفوزكم بالله اسم المطعم بالله يعني ايش ذنبي في الحياه اذا كنت انا طيب ويضحك علي طيب وتفكيري قديم عايز زمان عبد الحليم عايز زمان عبد الحليم اثر القلوب تغيرت صوتك تعبان والناس تضرب الصامين اكس وين اكس وين والله يا ليت اللي ضحك عليه نفس اللي ضحك باقي طفل هلا ابو كان همي افل تقولي كلكم بالمطعم ها شوف طيب لما تبغى تخمن صوتك كذا شوف ديكورات طيب وتفكير قديم كذا حاول تسوي كذا شد حبالك صوتي على طول جازت لي يا اخوي ايش هي؟ الديكورات فالاداره حقتك اللي ماسكه المطعم الان اعتبرها فاشله طيب اطلع شوف نحن ما يهمنا الديكور يهمنا المضمون المضمون اكلنا حلو الحمد لله رب العالمين اسمع يا جابر هاك يا لهوي والله قريه زاحفه وعمال زاحفين حتى والله بنتي يا يوسف من تعشى يا حبي تعشى جعله بالعافيه حراق ها يا عمري شوف في اخر الزمن صراحه لاحظت كثير ناس صوتها ما هي بحلوه طبعا انا صوتي ما اصنفه من الحلوين، انا صوتي متوسط صراحه بدون مجامله. طيب. لكن في ناس اصواتهم شينه والمشكله انهم مصدقين ان صوتهم واصل متوسط، يحسب ان صوتهم ممتاز. يقول مثلا في اسماء ممتازه، لا 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 والله ما اذكر هذا والله برا البرنامج، انا اذكر برا واحد عارف عينك؟ والله العظيم برا البرنامج. ايه ملكه ما يمديك ما يمديك يقول لك حاجه؟ ما يمديك تصرف تصريح ثاني، تدري ليش؟ ايش الشيء الثاني؟ مو ما عندنا توقع ما عندنا شغل ما شغل شغل ايه اسمع اسمع على طاري غد كذا لا تكلم انا ابو شبه تكلم أنا لا انا قبلك لا لا, لا والله ما تكلم تدري عاد تدري ايش مايكك مايكك يا بترول يمكن مايك مخلينا مايك لاين شوف اتذكر انا والله العظيم انه مايك ومخلينا شوف شوف ها متاكدين شهدوا علي ما يجيني اليوم عبد علي عبد المعطي طافي يا اهبل الو الو طافي الو ها اليوم بيجيك علي عبد المعطي تو اشتغل المهم اسمع اسمع بيجيك علي عبد المعطي بيقول لك جماهيرك يقولوا لك المايك المايك طيب اسمع اسمع لا لا انا والله انا اتكلم والله المايك طافي لا انا شغال اسمع على طاري ما يمديك خليني قبل اطلع خلوا يكمل يا شباب خلوا يكمل جابر ما يمديك اللي ما اكل اللي ما اكل انا ما اكل في مشاوي مر مرمي مشاوي وفي عروض معك طيب بسجل معك ترى بشيل
بشيل زي لها بشيل بشيل لا تسجل صاحي انت بشيل صاحي انت صاحي انت ما في بشيل طيب اقول لك شيء ما في بطاطس ما في بطاطس كله وتبلي تبي يا رب كله عادي غازي اكل معك قل له اله بطاطس لا والله انك هذا لا 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 انفضل يا جماعه انا ما اكلت والله لو تزعل منك والله بتخجك لا ما اكل والله ما اكل والله ما اكل والله مطرح ما يسري يمري بالعافيه انا والله انا واضح يا رب اصحاب المطعم اللي اكلوا بس سجل سجل ذليتنا تعرف ذليتنا ذليتنا يمين بالله ذليتنا على مطعمك يا اخوي انا بشيك اوراق امس واول امس والله لا تبغى مسجل اسالكم اخبع عليك ابو كاظم نزلته يا طيب ها الله يسقي رئاستي ما تريد فاتح مشاوي نسوي التالبه ما نبي ما نبي علي واعطيك ما نبي وخذ يدك قادر وخذ شباكي كل واحد خمسة رئاسه ايوه ليه تجعل كل ما نبي ما ليه 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 انا صايم لي اربع ايام اكل شيء اكل شيء ذمك ذمه صراحه والله قادر ماكل ماكل لا لا اي احد يدخل ما ياكل يختار ذمه ذمة هذه مسابقة يا والله أنا والله أبي أنا سجلت على أخويا ما سجلت أنا بسجل على أخويا فاكين الإشارة نحن أصحاب المطعم قادر على كيفنا قادر وخالد اللي تبغون أسخذهم أنا حبيبي كل هذا أنا شفت تجمل مع أخويا أنا بس مليان تجمل مع وكلة برستد على حسابي أي يا أخوي خلاص خذ الجائزة أنت ويا والشعب جائزة إيش يا أخوي إحنا جايين هنا يا أخوي كم 1000 ريال السجل غازي الله يهديك يا أخوي غازي أنت شو اسمك كريست نايت كريست نايت كريست نايت سؤال ب 11 كيف ابي فلوس يا اخي الله يجعلك ولي على احد ابي فلوس الله ياخذ سلطتكم الله يخسركم الله يجعل المطعم هذا يقفل بكره يا الله يا رب يخسر سلطان السليم اخليه يربح في اي مسابقه اوف اوف يخسرك في الاداره هذه يقفل مطعمكم ان شاء الله الاداره انا لو امسك الشيخ تفقري اقفل المطعم هذا على فكره برستدك شنو ترى راعي تدعي على الراعي صح راعي بس ادارتك فاشله والنهيان انا ما اتكلم عن المطعم اتكلم عن الاداره فاشله حقك يا فاشل استخدم السياحه والنهيان عطنا بروستدك شنو هذا وضعه هذا كله الاداره فاشله وضعه لما ترتكب اقصى العقوبات ابو حسين ايش رايك ابو حسين انا انت معهم بالمطعم لا انا قررت قرار ابو حسين والله رجال الكفو شهر قبل قطيط عمرك قلت يا اخوي تجمل مع اخوياك مع عدل تجمل فاضيلك تعالي في البيت ابشر بعزك هذا مسابقه هذا شيء تجملنا معكم يا اخوي ما تجمل 20 ساعه لا لا والله العظيم ما قلت بيت على احد والله ما سجلت لا يسمعك ابو كاتب ايش يقول يا عمي يسمع ولا ما يسمع يا اخوي احنا نتفضل يا اخوي مع القريب والبعيد يا حبيبي الله 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 انت اخبر يوم تشاير حبتين نشوف من اول اخبرك ماسك على الرصيد ومدري ايش امزح امزح ترى امزح سجل كل شيء انا قلت سجل اسمك ابو حصي ترى في مشاوي عطني ذم مشاوي على كيف كيفك ترى حلال لكن ناضج يلا والله شوف دمده واسعار رخيص وما لا شيء انا ما كنت شفت واحد جاي يسوق في مطعم كم منافسه كم خلاص مالك بسوي جلسه كم 5 ريال انت واحدي انا واحد لا تبي انت لحالك ما يناسب السعر هذا اغلى هذا ما يناسب هذا اغلى الواحد والله ما يناسب ابشر مالك الا ما يناسب من سعرك أبد. هو صادق والله لو تسجل اقسم بالله لا احد المطعم حرق تهديد تهديد انا ما اخذت حسابي يا شباب تقاطع اصوات ليه ايش ابي شوفوا عندي سجل هنا تكلم اول بدايه في عندنا مكان مغلق لازم شوي شوي تتكلم لانه صدى هلقت اصبر يا روح حلو انا شباب شباب ما في تقاطع صوت يا الله الله يجعل ما تعود يا الله يا ربنا ما يجعله ما يعود سجل
أيه عبد القادر أنا كنت طبعا ما بغى أسكت لكن تحديت أدب ما خدت بكم؟ ما نقصر معك اسمع تعال قط أنت واحد خمسة خمسة في تجربة؟ تجربة شلون؟ زوج محلك برا أدفيه زوج محلك برا لو سمحت إذا في تجربة أوكي زوج محلك برا لو سمحت بس في عندنا جفول أكلمك ليش؟ والله أنا حاسبك أنا حاسبك راشد يا شيخ رفيق المشاور ما خلصت مشاويكم أنا باكل نصاح المطعم هذا نصاح المطعم يا حبيب نحن صاح المطعم لا شوف ما الكلمك أنا صاح المطعم إيش تبغي؟ أنا بشتري من عندك بس مشاور إيش أبغى أجرب إيش تجرب؟ موجود هناك للتجربة لا ما بجرب أجرب جديد تست تست تبغى شو تست إيش تبغى؟ فخ أنا بجرب بالله تجربة إذا جاز لي إذا جاز لي اشتريت هذا قرب وتطلع يلا جرب تجرب بس ما شاء الله يلا جرب ايش حبيبي مطعمنا ايش تبغى سجل كله ايش تبغى كله كله لا ما عليه ما لك شغل انا طالب واحد بدون ما. واحد حرق غير حرام على جابر واحد غير حرام جابر ما خلونا نجرب يا حبيبي اعطي قرب بجرب لا هو نفس الشيء يا اخوي تاكل من فمي يا اخوي ليه عسل يا عمري والله عسل يمين بالله احرجتني نص على نص تبغى نص يا اخي مثقات يا اخي سام اي لا ابغى رجل معها رجل لو سمحت وهذه وهذه زيادة العيون الله يبين وجهك الله يبين وجهك لا لا ما بحر ما بحر ما بحر ما ابغى اسمه سبايسي ما هو سبايسي الا سبايسي سبايسي هذا كله بس سوي برا سوي برا والله يبين وجهك هذا ما بي تبغى تشيبس وهذا ما بي اكيد ابغى تشيبس ايش رايك انت هذا عطى تشيبس ثاني صح اسمع اسمع انا ما جرب والله يبين وجهك وجهك انا ما جرب اسمعوا انا بجرب يفشني منكم حبيبي خلاص سجل راحت عند ابو اعطيتكم انا ما جرب خليكم كلكم جيم انا ما جرب اشتري يا جاك لا 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 ايش تبي عاد اسمع جرب اسمع ها المطعم جدا ممتاز اي والله يستاهل ولا تنبر على المطاعم الثانيه عشان اجرب خالد انا بحصه سجل لا لا حبيبي تقرب سجل ايش شارجك يا ولد نحن لو تجرب مطعم يلا عبد الحلافي تبغى شيء صحن موت من الجوع ما راح اشتري ليه فلوس معي فلوس عندك تقربه دوك ها تقرب روح قرب تقرب والله 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 اظن مسجل والله اتكلم هذا